يو لا سنيورا بلاش تضرب انا شو مساوي عملنا اكل الدجاج طبعا زمان ما اكل دجاج ضبط الوضع بركة لا سمح الله باست مشي بوسه وهيك يا اخي هذول اهم شيء من ايمان شايفين هذول بقى من زرخا من اكله انا ما اكبر من بالي عارف بعطيه شيء افضل هسه فيه كنا بقول مطعم عقبه هاي بيجي فرجة لا زي ما بشي شرح ما زفر الدنيا لا فرجة لا بيها ما يبارد ما يسخن هذا عبو ما يسخن ما ما شو كذا اللي حب أو الجاب نعم صحيح يا عبو ما يبارد كمان ما يسمع كل لحم قام يكسر بساوي الجاب أو اللحم وهو عم يسوي حسيت انه ما ينصيد شو بيساوي ما بحطوا مي باردة فوق منها كمان نفس العملية ممكن يرجع يكس اللحم حط مي سخنة فوق منه نضيف مي سخنة نكشف على المستورة بسم الله الله يطلع شوية مي الناس هون ما عليك يا سلام هلا بنبلش في الرز رجع مستورة شوف الوعي كيف يقدر هذا نعمل له غسلات مفيد للبشرة الزراعة اللي عندك يعني كبيرة يعني وين دائرة اللي كبيرة ما قد ما فيكو على آخر بس يصير وقته شو بنساوي احنا بنرجع بنصفي بس هيك لازم يكون يعني تقريبا ليش هذا كله مصفي فيه كثير على الجاردينيا الفيرا مكنوفة العطرة مكحلة ياسمينة كل الرب اللون تنتين غرفتين خطين ثلاثين غير الغلط الله يبارك فيك اترك الشلت انا هو الغاز اللي عندك اذا غاز صناعي كبير طبعا المطاعي ممكن يتحمل بالكثير 3/4 ساعة اذا غاز صغير مثلا او غاز سفري صغير ممكن ياكل له ساعة اذا غاز مثل هذا الكبير كمان ياكل له 3/4 ساعة نص ساعة تقريبا وانت كمان بتشق عليها كل شوي شوي حطينا مثلا معلقتين محسن طعام شوية بالفول شوية كركم شوية هيل هاي هيل نجيب شوية قربة ما حط لنا هيك شوية كمان شوية تاني راس الملعقة هار الشاورما باشرة وحطه كله شوية ملعقة تقريبا وهي بنحط لنا ملعقة ملعقتين وشوية كمان بس يطلع ظريف حط لنا شوية كلا تمام نستغيبه نربطه ندخله طيب بتجي انا شوي نروح على الكبسه ملعقه مربع تقريبا كمان نحط شوية ماجي او ماي ترمس ترمس هلا في عندي شوية نقص بهارات انا بس يعني قلت عليها سالفتها ممكن انت تحطها هاي خلاص تكفي تعطيك النكهة ظريفة هاي هلا بلش بالصوص نعمل هيك بس هي تبعها هاي نعمل الحركة ونفس العملية هيك هاي خلصوا هاي بعد ما خلصوا شوي ان شاء الله محرزة بس اجبت تقريبا انا شهادة كيلو بندورة
سايك منيح ليش ما صاري هذا انه برشا ما برشيت معنا توفر منا عين هيك الماء كمان هيك نطلع بتانية هلا بنحط لاتهم هلا هاي التوم ليكو هم شو نساوي كمان نفرشة هاي كله هم ما في شيء هم في خاصة وان كزبرة حوشة هلا هاي دول كمان حاول ما فينا نفرمه مهم حطينا مكون أساسي بس إنه هاي اللي بس يعني شغال شايفين ملح ملح هيك ملح نص طبيبة أنا أخضر أخضر يعني مو يابس بس أنا كمان ما عندي حط لها شوية هيك تنكيها هذيك تعطيها طعم تعطيها لون حلو صار يذوب الحظ هذا مشروع الشعب بشوف شغلة كبيرة هلا شو نساوي؟ بنشق الجاجات نجيب ملح شوية ملحتين ملح نجيب البهارات اللي سويناها هون ملحتين كمان بس انا هيك ما انا في من الغمره بهارات بخلي اشغل خمس دقائق كثير يعني كثير بتعرف هون بعمل بتحط على النص كمان سطعه هي بدور الحباشة خرجت صفار الزعفران اسمه في من هذا اللون اصفر في الاحمر على هذا الاحمر اللي فوق شو بعمل انا بعمل تفضل تسمع هلا نشيله على جنب كمان نصفي المرا مثل مصفاية نصفي المرا كل شيء شوائب قلبة نستغني عنه شو نساوي بناخذها دغري هلا بنشال تحت المتهم هلا بنجيب الرز هذا مثل ما عارفينه نرجع بنفركه شوف شو صار تحته نصفي بسم الله نصفي هلا نصفي على السريع على الزيت ما يعطي لمعة كمان على الزيت بسم الله الرحمن الرحيم بلشت له بالماء مش مثال احنا نبلش هيك نسقط الماء بسم الله الرحمن الرحيم حط المي كثيرة هيك تاخذوا من الرزار وزنتوهم بقلب الملح نسبة العدس في حركة سوا نجيب مصفاية هيك مثلا عملنا نجيب المصفاية نزلنا هيك اخذنا المرا بحيث انه ما يطلع رز شايفين شلون هيك هي بتاخذ المرا بدكم اياها لا بيطلع رز ولا بيطلع شيء بدنا اياها نظبط لها على كيفنا فوق هيك لحتى على نار عالية طبعا لحتى نشف الماء متى ما نشفت الماء بين حبة الرز شو نسوي بهالحركة الأحلى نغطي عليها ونكمرة مثل ما حكينا مقصدير سريتش أي شيء أو كمروها بأي شغلة هيك بحيث إنه ما يطلع بخار لورا أو يطلع بخار خليها شوية ثلث ساعة 20 دقيقة رايحين جايين رايحين جايين بحيث إنه ما أعطينا نحن نار عليه بحيث إنه ما بتلزق الحبة بتلزق الطنجرة طبعا الصفرة الحمد لله هلا مثل ما شايفين قريبا نشفت شو بصير عشوائي مخليه شاد ثلث ساعة تقريبا 20 دقيقة يعني نار هادي وهلا بنكشف عليها
صرنا شهر خمس دائم في عاجتها كاجو اسمه باطل حطي ملاي تبعي أحلى ملاي عنا مانك بطوال تشوفها نعمل صوص عليها الجرجير نعمل هذا النوع نحفظها من الزراف